جرى بالجماعة القروية أولاد برحمة التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة إطلاق حملة التشجير لموسم 2023-2024 على الصعيد الوطني، وتروم هذه الحملة توطيد المنجزات المحققة في إطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، لا سيما فيما يتعلق بالتشجير وتخليف المناطق. وتندرج هذه الحملة التي أطلقت بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي وعامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي في إطار تنفيذ برنامج التشجير المنصوص عليه في الاستراتيجية الجديدة لتدبير الغابات، الذي يهدف إلى تشجير مساحة إجمالية تقدر ب 600,000 هكتار على الصعيد الوطني مع حلول سنة 2030. تنفيذ استراتيجية غابات المغرب التي انطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم اليوم بإقليم قنيطرة، انطلاق عملية غرس لسنة 2023-2024، بحيث أن هذه العملية اللي جات من بعد تساقطات المطرية اللي عرفتها بلادنا مؤخرا واللي شجعتنا بطبيعة الحال باش ندخلوا في هذه العملية هذه، وهذه كانت فرصة للوقوف على عدة إصلاحات اللي عرفها القطاع من حيث يعني عدة مراحل لعملية التشجير. كاين المرحلة اللي كتعلق بالبذور الغابوية ويعني الجودة نتاعها اللي كتلعب دور في نجاح يعني العمليات الغرس، كذلك وقفنا على مشت الغابوي يعني مدبر بطريقة جديدة بحيث ان مقاوله يعني الخواص هي اللي قامت بجميع العمليات وشفنا النتائج الحسنه، بحيث اليوم عندنا واحد شتائل غابويه ذات جوده عاليه. وكذلك اليوم وقفنا على عمليه الغرس مع شركه خواص كذلك اللي بطبيعه الحال اليوم كنخدموا بواحد الطريقه جديده، واحد نظام جديد اللي كيمكننا باش نحسنوا يعني النجاح تاع الغرس، وهذا بطبيعه الحال كله داخل في واحد الاطار نتاع واحد يعني منهجيه جديده لتحسين يعني النجاعه نتاع التشجير، وحتى باش الغابه المغربيه ان شاء الله تكون في احسن حال في السنوات القادمه، وهذا طبقا للتوجهات يعني الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي كيعطي واحد العنايه خاصه للجانب البيئي بصفه عامه وبالنسبه للغابات بصفه خاصه.